اهلا بيكم. فكره في دقيقه مع الدكتور عبد المنقر. احنا النهارده فكرتنا بتقول من ازواج العناصر التاليه لها جهد التأين التاني بتاعها كبير. بنسال على جهد التأين التاني، حلو، وبنسال على ان هو ايه يكون كبير. طب هو امتى جهد التأين اصلا بيكون كبير؟ يعني ايه جهد التأين؟ جهد التأين، جهد التأين بيساوي عدد التأكسد، او المعنى التاني لعدد التأكسد. فاحنا عايزين نعرف دلوقتي لو احنا معانا زد ان، لو احنا خدنا الاختيار بتاع الزد ان، زد ان عدد ذري كام؟ 30. لما نيجي نوزع هنلاقي ارقام 18 4 اس 2 3 دي 10. فاحنا بنقول لو جينا نوزع بطريقه الاوربيتالات بالشكل ده، هنا عندنا 2، هنا 1، 2، 1، 2، 1، 2، هنا كان في 10. فبنسال سؤال، هو الراجل ده يقدر يفقد كام الكترون؟ والله هو يقدر يفقد الالكترون الاول، ويقدر يفقد الالكترون الثاني. حلو جدا. فبالتالي هو فقد الثاني بسهوله، فبالتالي هو جهد التأين الثالث هو اللي كبير، تمام. فهنا زد ان مش هتنفع. ليه؟ لان هو جهد التأين الثالث هو اللي كبير، تمام. ليه؟ لان هو بيكسب مستوى طاقه مكتمل، فبالتالي الاختيار ده مش معانا. طيب نبص على السي ار، تمام. الكروم، لو جينا للكروم، تعال نوزع الكروم كده. الكروم 24 بتوزع ارجون 18 4 اس 1 3 دي كام؟ 5. بنسال سؤال، لو جينا نوزع بطريقه الاوربيتالات بالشكل ده، هنا 1 وهنا 5، الراجل ده يقدر يفقد كام؟ يقدر يفقد 1، لكن الحته دي كده كانت نصف ممتلئه. ادام نصف ممتلئه يبقى الراجل ده مستواه مستقر. فلما نيجي نفقد التاني بتاعه هيحتاج طاقه كبيره، لانه بيكسب مستوى طاقه مستقر اللي هو نصف ممتلئ. فسي سي ار معانا، حلو جدا. طيب احنا عايزين برضو نعمل او نتاكد ان اللي جنب السي ار تمام، يعني مثلا هل هو المنجنيز ولا النحاس، تمام. تعال مثلا نروح للنحاس. النحاس كان 29، تعال نوزع هيبقى ارجون 18 4 اس 1 3 دي كام؟ 10. تعال نوزع بطريقه الاوربيتالات، هنا ال 4 اس وهنا ال 3 دي، هنا 1 وهنا 10. الراجل ده كان ممتلئ، لكن الراجل ده كان عنده الكترون واحد يقدر يفقده بسهوله، ما عندهاش مشكله. الالكترون الثاني اللي احنا هنفقده منين؟ هنفقده من 3 دي، وال 3 دي اصلا بتاعه ايه؟ ممتلئ. فبالتالي لما نيجي نفقد الثاني بتاعه فهنكسر مستوى طاقه مكتمل. يبقى فعلا جهد التأين الثاني كان فين؟ كان في الكروم والنحاس. طيب احنا عايزين نعرف حاجه مهمه جدا، خلاصه الموضوع الاول، ان احنا لو معانا في الاوربيتال ال 4 اس واحد بس، يبقى الجهد الثاني هو الكبير. يبقى الجهد الثاني هو الكبير. حلو جدا. لو ال 4 اس فيها الكترون واحد يبقى الجهد الثاني هو الكبير. بس.